السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا في مول البركة اللي في التجمع الاول، زي ما انتوا عارفين في القاهرة الجديدة. انا بفرجكم على ده، هنا القسم بتاع الادوات المنزلية زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة. دي طقم التوابل وحاجات كتيرة أوي للمطبخ وكاسات وكل حاجة. بص، هو ما شاء الله عارض كل حاجة. دي الأزايز المدهونة زي ما انتوا شايفينها كده ب35 جنيه، دي الإزازة بس، ده كمان محطوط عليها شم مشمع كده، ودي ب40 جنيه، ده بطرمان مدهون اهو ب40 جنيه، شكله حلو قوي. وكمان طقم التوابل اهي، مش عارفه دي سعرها كام. طقم التوابل بكام ده؟ وده عامل 65. 65 جنيه. اهو حاجات، دي حاجات حلوه كتير. ما انا هشوفهم كلهم بقى. بصوا، دي كوبايات كمان، مجات، ودي هنا الكاسات. بصوا ده عامل 75 جنيه، 75 بتاعة الايس كريم، وتحطي فيها العصير اي حاجة زي ما انت عايزة. وازايز، دي طقم التلاجة، ودي الازايز، ازايز التلاجة لو انت حابة. كل حاجة هنا خاصة بالمطبخ، بجد حاجات شكلها حلوة جدا. ده المول البركة دوت في التجمع الأول القاهرة الجديدة عند البنفسج. بصوا دي حاجات المطبخ كلها اهي، وكمان في كل حاجة، حتى كمان الشامبوهات وحاجات كتيرة قوي عارضها، اقسام حلوه جدا. بصوا يعني كل عروسه لو حابه تجهز، او اي ست بيت محتاجه اي حاجه في المطبخ عموما في شقتها، هتلاقيها بجد هنا، شكلها حلو جدا وحاجات جميله اهي. بصوا طقم التوابل، بصوا ده عامل 275. هنا الكوبايات، بصوا طقم هنا الاطباق اهو، اكروبيل ده عامل كام؟ 2650، شكله حلو قوي. ده كمان بصوا كده، ده كمان عامل كام؟ الطقم ده 750، ده اكروبيل، وده كمان 725 اهو. بصوا ده كمان عامل 1250، بس ده عاجبني جدا ما شاء الله، حلو قوي. الاسود ده حلو جدا، وده كمان الاسود في ابيض في منتهى الشياكه، عامل 1250. بصوا دي حاجات كلها للمطبخ. دي ب30 جنيه، هنلاقي بيض استلس، دي ممكن بتعملي بقى اي حاجة عايزة تقطعيها زي القطاعة ما تركبي بقى. خدي رودينة ركبيها، الكنكة والبراد. وأكياس ضغط، هي دي بتاعت البطاطس صح؟ لا بتاعت الكوسة. الكوسة لا، في واحدة بتاعت بطاطس بتقطع، بتخليها حلزونة كده، دي خلصانة؟ اه
يا خسارة، أنا كنت عايزاها. ده يعني ده حلو للكوسة؟ اه حلو شديد. دي للكوسة مقوار صح؟ اه ده ب20 جنيه. فين؟ المكات الورق والقهوة، بتاعت القهوة دي. اه طب ما تيجي تقول لنا الأسعار. ماشي زي السعر. قول لنا الأسعار. كويس، دي الواحدة اه 55، ايوه ودي ده التلاتة ايوه الأربعة 225، ودي 225. الأربعة اه دي بتاعت الشوربة. اه بتاعت الشوربة اه برضو 225. 200 ايوه المونركين 2 ب70، 2 ب70. كل الأشكال اللي تحت واللي فوق. طب وده بقى كويس، بتاعت القهوة اه جميلة قوي، ده الابيض في اسود ده 300 بالستاند بتاعه، بستاند اه الستاند بتاعه 300 الكبير، اه والصغير الاتنين اه اللي هو 275 برضو بالستاند بتاعه. بس الكبير الاتنين الصغير الصغير سعر، والاتنين والكبير دول ايوه الاتنين ايوه دول صغير اه سعرهم اي واحد 275 275، اما اه الكبير ده كله وبالاسود اللي تحت ايوه المنقط ايوه برضه اه كله 300. ايوه المجات اللي تحت اه ده مج كبير شويه عامل 230 الأربعة الاربعه الأربعة بكرتونتهم. اه عندك الاستنى وده بقى الطقم ده كويس اللي هو ده مش بتاع الفازه، الفازة اه الفازه دي عامله اه 475 اه ودي 475. دي زي صح ايوه السكرية دي اه عامله 150 ودي عامله 70 ودي 70. دي بتاعت الشم عامله اه 20 كويس، دي عامله 30 اه دي عامله 30 ودي عامله 30 ايوه ودي 70 ودي عامله 30 دي عامله بومبونيرة 300. ايوه دي 300 لانه يطارد عامله 350 350 لانه يطارد. دي 35 دي 30 ده ايطالي برضه عامل 450. اه دي بتاعت الشركة كله كاسات ايطالية اه كله 275. اتناشرات ولا ستات؟ ستات ستات اه كله عامل 295 اه الكل ايوه ده اللي يطالب. بص هنا المجات ده الستاند بتاعي بتاع الخشب عامل 275 الاربعة الاربعة اه الاربعة 275 ده. اما اللي تحت اللي هو الاربعة مجات اه الاربعة مجات اللي تحت اه عاملين 200 نفس ديل، بس المج صغير شوية مش زي الكلب، زي الحجم بتاع الحجم بتاعه الحجم اللي هو عامل 230، الحجم الكبير اللي هو عامل 230، وده الحجم الصغير اللي هو عامل 204. ايوه ايوه في الأضم، في الطقم السني، وفي الأضم قهوة تاني من الناحية التانية، وفي حاجات حلوة أيوة. في الفازات التانية برضه. أما التوابل ده أه هو التوابل بتاع بالستاند بتاعه أه اللي هو ثلاثة كبيرة وخمسة صغيرة، ده عامل 490 ده السل إزاز أه إزاز أه بيستلس. أما دول ما شاء الله حلو أوي، دول ب 300 الواحد اه دول ب 300 الواحد نفس سعر اللي فوق. ده بقى عايز ايه؟ عروسة بتجهز تيجي ايوه عندك. ايوه واللي تحت عامل اه اللي هو الدورين ده عامل 425 ودوار ما شاء الله حلو قوي. اهو دي نفس سعر دول اه ده عامل 475. والطقم ده والطقم ده ده صيني صيني 45 قطعة اه ب 2650. شكله حلو قوي الشكل ده والشكل ده الابيض ستة والاسود تحفة. ايوه كله كده فيه 45 قطعة جميل وشكل. اما دول بنجلاديش اربع عضم ايوه واحد اتنين تلاتة كل عضم شكل اللي هو فيه 28 قطعة برضه 2650 برضه اللي هو ستة ستة ستة. حلوة دي، لا دي حلوة. لا دي جميلة. 40 40 جنيه بتاعت الخضار. اما دي اللي هي الفازة دي ايوه دي عامله 700 لان اغلى فيهم واحده 700 دي 700 اه ودي 650 650 اه 700 لانه خامل دي. اما الطقم ده عامل 185 ايوه ايوه وده عامل 180 وده عامل 180 دول 180 و80. طب واللي تحت ده 100 عادي ده حلو قوي اللي هو ده مستورد اه برضه عامل طقم الشاي 800. طقم الشاي عامل 825 أوه. اللي هو اربعه اربعه بس اربعه مجات اه والبراد والصينيه الخشب وده برضه هو نفس الشيء. شكله جامد. المعالي المعالي عاملين 700 في شكل الشكل ده والشكل ده معالي وشوك وسكاكين ده كله 30 قطعه طقم اه طقم كامل 30 ستات. قطعه ستات حلو صغير وكبير. بكام ده؟ ب 700. اه عندك بقى اضم القهوه الاثنين دول اه بص اللي هو ده اه وعندك الشكل ده ايوه اللي هو عامل 320 اه اللي هو 6 قطع. عندك الشكل الثاني اللي هو فيه 3 ابيض تحفة و3 اسود ده عامل 380. جميل جدا والله حلو قوي.
انا شفت الحاجات ديت عندك الهبه دول؟ لا اللي هناك بقى اللي جوه تعرف السعر دي مكتوب عليها، بس انا عايزه اشوف الحلل بقى. ماشي اطقم الحلل. دي صواني، صواني تفال وطاسات. دي القلاية، القلاية دي بكام؟ القلاية الكبيرة دي كبيرة؟ اه دي 290. 290؟ 290. دي نوعها ايه؟ دي نوفال. نوفال. والطقم الأطول ده، الطقم ده والطقم ده، أي طقم واحد فيهم عامل كله عامل ثلاثة. ده جرانيت ولا ايه؟ جرانيت خمس. جرانيت. عامل ثلاثة؟ اه 3200. 3200. كام حلة؟ كام؟ أربعة حلة. أربعة حلة ومقلية. اللي هو الطعمين دي. أما أيوة. اللي فوق بالقطعة اللي هو عامل 500، القطعة فيها عاملة 500 فيها عاملة 475. يعني ده أنضف من اللي فوق. آه بكتير. أيوه. عندك اللي تحت اللي هو فيه خمسة حلة زايد اللي هي الصينية. آه صينية ومقلية. ده عامل أربعة. آه. و500. عامل 400. أما اللي تحت برضه نفس سعر اللي فوق اللي هو بالقطعة الواحدة. أيوه. يعني ايه كت الحله لوحدها بكام؟ الحله لوحدها من دي؟ اه دي هتعمل لها 575. 575؟ اه دي بالقطعه. دي قد ايه؟ دي 24 ولا قد ايه مقاسها؟ دي هشوف لك مقاسها. على مهلك. دي مقاس 28. 28. اه تمام. مقاس 28. اما دي برضو اللي هو عامله 700. انطف انواع الخامات. دي الجريل، دي جريل اللي دي جريل ده عامله 550. كبيره دي مقاسها. كبير على فكره، كبيره دي لوحدها. الحله دي حله سافلون عامله 460. ودي برضو سافلون عامله 495. دي اللي فانت ده برضو من الفرد عامله 550 ما شاء الله. ودي عامله 550. ايوه الحله. ايوه اما ده تاني كله اضم. الاضم دي قيمتها برضو جرانيت ده عامل 2950. 2950 الأضم دي. أو القلاية دي الكبيرة دي. الكبيرة دي عاملة؟ أه الكبيرة دي عاملة 265. أول واحدة دي. أيوة. 265. ده كام؟ 520. أه ده 520. عامل 520 استانلس نضيف مش هيصدر. بصي كام واحدة؟ فيهم أربعة واحدة. أربعة. أهو. وده كمان الصواني وده النوفال. دي الصواني ودي الحلل اللي الحلل. فوق الحلل النوفال اللي هو مقاس 28 عامل 390. دي بالحله. دي بالحله بالقطعه. في اللي هو مقاس 26 عامل 200. 26 عامل 200. 270. وهو عندك مقاس 16 عامل 165. أيوة. ومقاس 18 عامل 195 ومقاس 20 وده خاصه. دي السبرتاية. السبرتاية دي بكام؟ السبرتاية الصغيرة عاملة 125 والكبيرة عاملة 150. ايوه. في براد الشاي. وده الستانلس. 140. 140. عندك اضم الثلاجة اللي هي الستانلس. اللي هو ده عامل 140 وده عامل 100. 140 و100. الكبير 140. أيوة. الصغير ب 135. طقم الحلل ده انا عندي ده بكام بقى؟ ده احنا ما عندناش عند الطقم، هي بالوحده. بالوحده الواحده بكام؟ اخر فيها واحده بس. ده تقيل جدا على فكره. ده خام نظيف. انا جايباه تقيل قوي ده. دي عامله كام رضا؟ دي بنيره دي؟ لا مش ممسوح. لا معرفش. مش عارف سعرها؟ بس 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 هلا لقيتها بعمله 475. 475؟ طقم الكنب ده برضه تركي. محل ولا حاجه؟ كل شركه الدهان اللي هو شركه عاليه ومحترمه يعني ما فيهاش كلام. لا الصراحه انا اول مره. انا بص عايشه هنا بقالي كام سنه وما جيتش المنطقه بتاعتكم دي. ربنا يخليك. الحاجات اللي هو فيه ده في الماركه دي بتبتش تركي. دي بكام الطقم ده؟ الطقم ده عامل 200. 200 ده عامل 165. اللي هو البرطمان التركي الايطالي دي 110. ايوه. واللي تحت منها الكبيره خالص 5 لتر دي 3 لتر عامله 110. ايوه. 4 لتر عامله 140. 5 لتر عامله 170. ده ازاز الزيت وزي نفس الشيء عادي. حلوه قوي. طعم الشربات اللي هو طعم المقبال. الكاسات دي الثلاثه ده ايطالي
عامل ال 120 الواحد. الواحد 120. اه التلاتة 120. والطقم ده بقى. الطقم ده؟ اللي هو ده عامل 465. اه. وده؟ برضه 465. حلو قوي. كل حاجة اهي زي ما انتوا شايفينها كده، وصراحة ما شاء الله تعب معانا وقال لنا على الاسعار كلها. بصوا دي بكام البتاع دي لو سمحت؟ دي عاملة؟ اه 350. دي 350. اول مرة اشوفها، دي جديدة دي. اه وكان في منها اشكال برا وبتاع خشب تاني خالص. اه بصوا بصوا عنده حاجات حلوه كمان، عنده شرابات وعنده حاجات خاصه للحلاقه بتاعت رجالي يعني، وفرش حريمي ومقصات للمطبخ وسكاكين وكل حاجه صراحه. وفي سكاكين برازيلي اللي تحت دي برازيل. ايوه سكاكين حاميه. السكاكين اللي فوق، وفي هنا اللي هو الشوش الروكي برضو بتاع اللحمه. ايوه ايوه في اللي هو قطعت البيض برضو الروكي. وفي مثلا السكاكين برضو ده كله السيليكون.